أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدي يوتي في حلقة جديدة من برنامج يو مايك. موضوع حلقتنا اليوم هو عن النقل العام ومدى أهميته للمواطن. راح نبدي من بغداد ومن قلب هالنابض بالحياة شارع المتنبي. ابقوا يانا. أردت أسألك عن النقل العام بالعراق، آخر مرة شو وقت ركبت باص؟ والله يعني أنا من خلال يعني تنقلي بالمدن ما جاي أشوف حركة للنقل العام. أنا عني شخصيا ما راكب الباصات النقل العام، يعني ما جاي أشوف لهن حركة. قد يكون الحركة بالشوارع أنا خفية عني. زين، برأيك إذا توفرت باصات نقل عام ومحطات يعني نموذجية إيش قد ممكن أن تخفف من الازدحامات؟ طبعا يعني تساعد، يصير مساعدة كبيرة بفك الاختناقات بالشارع، وأعتقد أنه الدولة لازم تلتفت لهذا الموضوع من خلال توفير هذه الباصات أو سيارات النقل أو المتروات. زين، الآن يعني حاليا يعني يمكن تتفقوا يعني أنه أكثر شيء موجود هو التاكسيات الكوسترات الأهلية، يعني إيش معنى برأيك أنه ليش ماكو وجود لسيارات النقل العام مقارنة بالمدن اللي موجودات بكثرة؟ يعني أنا أعتقد أنه السيارات الأهلية تغلب، لأن الشارع حسه هو مزدحم بالسيارات الأهلية اللي من التكاسي وذن السيارات النقل الأهلية. فحتى وإن كان موجودة نسبة معينة من سيارات الباص للنقل العام الحكومي، يجوز هذا مغطي عليها الحركة اللي بالشارع للسيارات الأهلية مغطي عليها. متواصلين وياكم وبرنامج يو مايك. السلام عليكم. عليكم السلام. برأيك يعني نحتاج إلى تفعيل النقل العام اليوم سواء بغداد أو المحافظات؟ أكيد، على اعتبار العاصمة بغداد اليوم انفتحت على العالم، والحمد لله وشكر بجهود الحكومة. يعني بغداد جاي تتطور أكثر وأكثر، فنحتاج تفعيل النقل العام. ولا ننسى أنه بغداد كانت مشابهة للعاصمة لندن، العاصمة البريطانية، بموضوع النقل العام والباصات، فنحتاج انه نعيدها وبل نطورها اكثر، ممكن مترو وسائل اكثر بعد. قبل من كنا ندرس هنا بالمعهد استخدمنا باص، وهسه حاليا انت تشوفك باصات؟ هسه السيارات الخاصه اكثر شيء، يعني التكاسي هي الماليه الشارع. اي يعني بصراحه صح، نحتاج هاي الفقره كلش، نحتاج المترو الباصات، لان الازدحام كلش مو طبيعي يعني بغداد. إيه؟ يعني برايك توفير النقل يعني قطاع نقل عام باصات ممكن يقلل من الازدحامات؟ اكيد راح يقلل من الازدحامات، واكيد نحتاج توسعه ومجسرات اكثر بعد وشوارع اوسع ممكن. فالعاصمه بغداد هسه جاي تعاني يعني من ازدحامات هوايه، فالنقل هذا النقل العام اكيد من شأنه انه يقلل من الازدحام. متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام من العاصمة الحبيبة بغداد، ونحن نأخذ آراء البغداديين في موضوع إعادة تفعيل قطاع النقل العام. ابقوا يانا. والله هو ضروري، بس عجب الشارع يتحمل بهالزحامات نقل عام، لأن لازم له فد وسيلة للتنقل به، مو بهالزحامات هاي. زين، هو مو هي يقول لك انه اذا وفرنا باصات كبيره او مترو او شيء حتما راح يخف الازدحام بالشارع، تتفق ويا شيء؟ طبعا، لان عدد انا من الناس اذا من اشوف نقل عام موجود متوفر ما اروح بسيارتي، اروح بالنقل العام. اما انا ارتاح وهم سيارتي ترتاح، اما اوفر لي مال الي. شوف شنو؟ بس اهم شيء الشارع، وهي السيارات الكثيره كلش كثيره. كلش كثير يعني الزحام ما ينجرع. تذكر اخر مره شو وقت ركبت باص مال النقل العام؟ انا شنه كلها بالباصات. اخر مره انا شنت اروح للجامعه بغداد الكراده، من خلصت رحت الكليه ركبت يمكن رقم 11، وصلت شارع فارغ اصلا، توصلنا للجادريه شارع فارغ والله العظيم، المصلحه فارغه. تتونس شنت تصعب المصلحه، تتونس تريد تتونس روح اصعد بالمصلحة بالله. زين، ها مطابقين شات ما حد عدها دول، ما عدها بس انا ترى بالعراق مطابقين.
هسه لا. زين هسه الحديث عن المترو، يعني تأكيد حضرتك مسافر برا وشايف المترو برا، اكو حديث عن انه مترو بغداد تعتقد راح يحلها يعني جزء من الازمه؟ والله ليش ما يحل؟ طبعا يحل اذا صوره صحيحه سووه والمحطات بصوره صحيحه، وهذا ليش ما يحل؟ يحل ازمه مثل ما حل ازمه برا، يحل ازمه هنا أنا. نفس الشيء. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي آراء البغداديين بموضوع النقل العام، اتفقوا في معظمهم على وجوب إعادة تفعيل هذا القطاع المهم لتوفير وسائل نقل مريحة للمواطنين وأيضا للتقليل من حدة الازدحامات. ننتقل الآن إلى الموصل، الزميل محمد سالم لنستمع إلى آراء الموصليين بهذا الموضوع. شكرا زميلي حيدر البدري. مشاهدينا الكرام، تواجد الآن في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، سأستطلع وإياكم آراء المواطنين حول وسائل النقل العام في محافظة نينوى ومدينة الموصل، وأيضا تعليقاتهم وملاحظاتهم على السيارات التي تعمل في هذا المجال بين أحياء وأسواق ومناطق المدينة. خليكم وياي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايش وقت آخر مرة صعدت بأمانة أو بسيارة نقل عام حكومية؟ والله بالنسبة للصعادة صار لي زمان ما صعد، بس بالنسبة للسيارات يعني عندك سيارات النقل، عندك الكيات، يعني وضعيتهم تعبانة حيل، سيارات قديمة يجيبون من المحافظات، سيارة رخيصة جابة على الموصل وقام يشتغل بيها بالشارع. عندك السيارات النقل التاكسي هم كذلك، يعني وضعية تعبانة. رأيك ليش لحد الآن ما أكو سيارات نقل عمومي، منشآت، كوسترات نظامية مثل غير محافظات أو حتى مدن أقليم كردستان؟ ليش الموصل لحد الآن على سيارات النقل الأهلية والكيات التعبانة والمتهالكة؟ هو المفروض يعني نقل المواصلات يتابعون هذا الموضوع، يعني شوفون الوضعية على السيارات. ها سيارة يجيب 10 ورقة 15 ورقة، طلع بها شايل له 12-13 نفر، كل نفر عنده عائلة، باب ما يسد، صندوق ما يسد، كشن يتحرك، سيارة تدخن، لا باك لايت، لا لايت، لا إشارة، ما تفتهم منه، يعني وضعية تعبانة حيل تعبانة. من تصعد بالكيات أو تريد تصعد كية، شلون نشوف الوضعية، وضعية الناس، النفرات، يعني عندهم حل بديل لو مجبرين على هاي السيارات بالذات؟ ده أكيد مجبور. النفر مجبور يعني ما يصعد بسيارة تجي بعدك كذلك مجبور يصعد. بالنسبة لأكو بعض الكوسترات يعني صار لهم 40 سنة أو 50 سنة بالشارع والحد الآن يعني دي يشتغلون، هذول شلون وضعيتهم؟ هذا المفروض على الموديل، هاي سيارات على الموديل يسوون بها تسقيط، تجي موديلات يعني هسه احنا 2024 والسيارات عندك 70 وال 80 عاد تشتغل بالشارع، يعني ما ظل بيها حتى عظم صاله. شكرا جزيلا. شلون وضعيه هذه الكيات والكوسترات من تصعد بيها؟ وصف لنا الوضعيه شلون. يا اخوي ايش اوصف لك الوضعيه؟ شوف هاي شوفت عينك، كلها مال كبس، يعني هسه مثل هاي مال تروح تجي بيها، هاي السيارات كلها تعبانه. زين وضعيتها من داخل كشناتها قعدتها؟ كلها مكسره، لا كشنات لا ابواب. اخوي تصعد بيها ما تعرف الدرقة عنها تجي، تخوف اصلا حتى ما امينه، لا باك لايت لا لايت لا دنيا، ما تعرف فجاه طبق عايمشي ماخذ اليسار، انت تمشي ما شوف الا كسر عليك، شاف النفر طبق عليه، ماكو يعني لا احترام لا كل شيء ما عندهم. بالنسبه للسواق يعني نشوف يمكن مرات حتى قاصرين يسوقون هذه السيارات. اكثرهم اطفال والله، اكثرهم اطفال، و يعني ايش اقول لك، بس يشوف واحد طلع من الفرع اذا هو ماسك اليسار قبل يطبق، يعني ماكو لا مرايات لا اشاره لا معاي، كلها ما بيع السيارات. يعني حياه 12 او 13 او 15 نفر متعلقين بتصرف او بقرار ممكن يتخذه طفل. يعني ابسط الحوادث يعني كلها اطفال، كلهم صاعدين ما بالقين وطالعين لك بيها، والسيارات تعبانه ومنتهيه. الخلل مشكلة، هاي مشكلة كبيرة وكارثة، ماكو رقابة عليهم. ممكن نشوف بمحافظات الأقليم أو غير مكان حتى خدمة واي فاي موجودة بالسيارات النقل العام. ايش أكيد واي فاي وتكييف وسيارة مريحة تصعد بيها ما تحس بيها، كل وسائل الأمان، هاي ماكو، أقول لك لا، أنت عاد تمشي ما أشوف إلا طبق.
يعني ما اخذ اليسار يمشي يعني قبل وقف ماكو يعني لا انتباه لا إشارة لا ما عرفشني قبل هاي كلها لا هاي ماكو هاي الشغلات كلها يمكن نفس الأجرة يعني هناك ب 500 دينار وهنا هم 500 دينار نفس الأجرة برأيك شنو الحل ويا هاي السيارات هالكي والله هاي الحل زحمة يصير لها حل يعني عمرها أكثر من 40 سنة صار لها تشتغل بالشارع اي والله يعني مشكلة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ هلا حبيبي. ايش قصر لك ما صعد بامانه او وسيله نقل حكوميه داخل الموصل؟ والله صار لي كثير يعني اربع سنين خمس سنين اصلا حتى ما عدنا يعني امانه بالموصل، عدنا بس الامانه من خط الجامعه على النبي يونس، وعدنا هاي الكوسترات الكيات انفلشه تعبانه، يعني حتى المنفر مجبور يصعد بيها. تعبان لا بيها ابواب، يعني تصعد بيها لا بيها باب، لا بيها كراسي مريحه. المنفر شو يسوي؟ مجبور يقعد بيها. اخويا اشكو كنت جمعوا اشكو كايا تعبان كوستر تعبان جابوه ستوه عندنا بالموصل، يعني هسه شغل الرقابه لازم الرقابه هي تحاسب، لا عنده بق لايت لا عنده سكن لا عنده كل شيء مسميه زي حتى بيد اطفال صغار حتى جزء جايز ما عندهم اخويا، يعني هسه لازم شغل الرقابه يعني تحاسب على الكيات على الكوسترات نفلش تعبانه فرد مره، يعني غير محافظات عندها حديثه احنا بس هاي الموصل فرد مره ما عدنا لا كيات لا كوسترات، والفقير شو يسوي مجبور يصعد بيها. رايك يعني اذا صار رقابه على هذا الشيء ومنعت هذه السيارات اللي ما تحمل ادنى مواصفات الامان والسلامه، ممكن انه نشوف مستقبلا سيارات حديثه او نصير على الاقل مثل ما موجود باربيل سيارات مكيفه او بيها حتى يعني اكو بعض الخطوط بمحافظه اربيل بيها حتى خدمه واي فاي مجانا للركاب. اي صحيح كل لازم يصير رقابه، اذا ما يصير رقابه يعني حنظل احنا على الوضعيه. لازم يعني من المحافظ او من الرقابه يطلعون يشوفون هاي الوضعيه تعبانه فرد مره، وزي اطفالهم اطفال قدام المرور يعني حتى اجازه ما عنده سوق مال السواقه، واطفال صغار مثل ما اشون يعني يروح يجيب من غير محافظات كيف 20 15 ورقه ويجيبها سته بالشارع على الموصل ويسلم بطفل صغير ولا اكو حد يحاسبه لا اكو رقابه لا اكو ابدا اصلا. شكرا جزيلا. مرحبا على راسك. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما شاهدتوا هنالك استياء شعبي كبير من غياب وسائل النقل العام النظامية في مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى واعتماد ثاني أكبر محافظات العراق على سيارات قديمة ومتهالكة ومتضررة ولا تتوفر فيها أدنى مقومات الراحة والسلامة. ننتقل الآن إلى محافظة الأنبار والزميل نبيل عزامي. شكرا جزيلا محمد سالم. مشاهدينا الكرام من مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، نوقف قرب الجراج الوحيد داخل مركز المدينة طبعا اللي يصير به تنقل ما بين الأحياء. هذا الجراج يواجه مشكلة كبيرة راح نشوفها ونستطلع آراء المواطنين وكذلك السواق ونشوف واقع النقل العام في مدينة الفلوجة. والله ماكو أي تطوير ما إله، يعني أنا أجي أسياب الهيئة يطلب من عندي جباية غير يوفر لي مكان جراج داي انطي جبايه ما قاعد يوفر لي ما يوفر لي. بس المكان اللي بي انتو شنو؟ مساطح من ضمن الحديقه من ضمن الحديقه يعني هسه يجيني ابو الحديقه يقول لي انطيني جراجيه 1000 دينار يعجبك اهلا وسهلا، ما يعجبك اطلع، يعني جراج حقه. حضرتك صاحب كوستر خلينا نقول او فورد، موضوعك شلون راح تفضى ويا العبريه مثلا اذا جو حار؟ ماكو اماكن وقف، احنا مسويين مبرده هنا ما جاي العبري ما يظل يطلع الشارع. مبرده على حسابكم؟ على حسابنا يجي معنا على حسابنا مبرده ومي وهاي تانكي وشوفه، والعبري هم ما يبقى جو حار حقه العبري يطلع الشارع. شنو المطلوب؟ والله المطلوب يتوفر لنا جراج افضل، يعني هي العامه جراج من هناك عندنا جراج بحي العسكري كان وجراج النزيزه، هسه هاي ماكو لا هنا ولا هناك. اكو بيهم يجون من هناك تاكسيات واكو بيهم يجون يتمشون من هناك تمشي ويعبرون الشارع وبعدين يعني يصعدون على يعني يروحون على الحي العسكري وعاد احنا من هناك احنا نشيلهم. اي نعم. يعني هاي بسهوله بصعوبه؟ والله هم صعوبة عليهم يعني
يعني يجي مواطن منك ياهو اي جغيف الثانيه، خاصه الجغيف الثانيه يعني حيل قاعد يشكون منها، يعني ما بيها لا خدمات لا بيها كوسترات لا بيها هاي، يعني يجون هنا للسوق. شلون واقع النقل العام بالانبار؟ هنا خاصة بالفلوجة؟ فلوجة رمادي والله ما يفيد. ليش ما يفيد؟ لأن احنا عندنا قراجي هذا ونشتغل بيه على باب الله. جماعة القشاش اللي بالشارع العام سقطوا لنا القراج، يعني شوف هاي كم سيارة هنا كانت تقف هنا 24 سيارة، يعني ما ظل سيارة لحد الآن واقفة. الشارع يجي الحبري دحج هنا مبرر هي واقفة وتراقب. وياها يا عمي ياها يا وينك وهي؟ وين الهي الهي لو اكو هي كان دبر لي قراج، كان وقف هنا جاب موظف وقف هنا، ماكو وقف ماكو. يعني ذاك اليوم ما احد اقول له يا ما توقف لنا واحد هنا، يقول لي شيل توثيقك وروح. يا مال توثيق الله يخليك، ها اقف توثيق انت مو حكومه مو ابو هيئه لو انا متوهم، يشيل توثيقه ويوقف هناك على شنو؟ تقوم اتكاون وياهم وهو يجي صافي مصفي جاي تسترزق له تعارك. والله ما ادري غير ما تروح ابو الهيئه تروح تقول له. واغلبيه القراج سقطوا اهل الشارع ذولك، يخ سقطوا اهل الشارع وتروح على ابو الهيئه هي ما يسوي لك شيء. والله حاليا وسائل النقل محافظه الانبار يعني شبه تعبانه، يعني إذا تريد تنتقل إلى مكان بعيد لازم تأخذ تاكسي، تعرف التكاليف التاكسي اليوم بنزين صاعد وهاي الشغلات، فيعني مأساة. إذا تروح مكان بعيد لازم تأخذ تاكسي. أما بالداخل إذا تريد تتواصل من مكان لمكان ما موجودة غير الكيات واللي هي موديلها قديم، تصعد لو مشقوق بنطلوني لو تلقاها متربنة لو هاي، يعني تتورط تتورط بيها. يعني اليوم أنا إذا أريد أنتقل مثلا اليوم أريد أروح لمدرستي فصاعد أنا متهندم وهاي، اذا اخذ تاكسي هوايه، واذا اصعد بكي اي نازل مرغه تراب لو اديهم به لو هاي الشغلات، عكس المحافظات البقيه. يعني هسه شنو اللي تريدون انتم؟ والله تحسين وسائل النقل، يعني الحكومه يعني المفروض تقدم يعني على الاقل هاي المنشات يعني وسائل النقل على صح على حساب الحكومه، اولا تكون تكلفه قليله. هسه انا قبل فتره كنت اداوم جامعه الانبار، هم فرينش كم منشاه، يعني اولا وسائل النقل تكون ارتب شويه والتكلفه قليله، يعني رمزيه، يعني كنت اصعد من هنا لجامعه الانبار ب 2000 دينار والمركبه نظيفه، صار على حساب الحكومه ب 2000 دينار هم خوش. فالافضل ان يوفرون حتى هنا يعني بالداخل، يعني داخل المدن خصوصا المناطق البعيده. والمناطق البعيده يعني هاي المنشات ينشون خط مثلا هسه كمدينه اللي تطلع مثلا خارج العرب للريف، يعني هاي مسافه، اذا اريد اطلع اليوم انا لازم اخذ تاكسي والتاكسي تكلفه عاليه. احنا راح نروح لهاي المناطق. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام راح ننتقل الى مناطق واطراف المدن ونشوف الواقع هناك شلون، الطرق ووسائط النقل كذلك. انا هسه الكيات حدها لبولنسوره مطلوب هاي المنطقه 16 وهاي 17 منطقه مطلوبها كيات، العالم المسحوقه اللي ما عندها 500 دينار تصعد منها 2000 دينار ما اقدر اصعد، تجي مشي منها ما صار لها بالنسوره تصعد بكيه. لذلك احنا اليوم برنامج يعني حلقه يو مايك ردنا نجي لهاي المناطق الفقيره، ردنا نتحدث عن موضوع النقل. اكو ممكن مبادرات او حلول توفير باصات لهاي المناطق؟ ليش ماكو اذا هي الامانه موجوده ووزير موجود ومحافظ موجود وقيم مقام موجود؟ ليش كل شيء يصير؟ ما حد يشتغل يم المسؤولين لو يم هيئة النقل برأيك؟ لا هي المسؤولين وهي النقل وزارة النقل، هي الأمانة نفسها هي المسؤولة، هي وزارة النقل مو لها هنا شلون المحافظ والمكاتب مالتها هي مسؤولة. هسه انت طب جوا هسه المنطقة وشوف الأهالي وشوف عيشتهم شلون عايشين، أقسم بالله بشر هيك عايش ما يقدروا إني أجروا تاكسي. لا شي أجر تاكسي وفلوس نص كيلو طماطم ما عنده، قاعد البارحه ضحك عليهم فيلم هندي اقسم بالله. استاذي بالنسبه للنقل العام هنا بالفلوجه يعني معدوم جدا، يعني ماكو لا يوجد يعني سيارات ما موجوده، وبالنسبه للسيارات الحكوميه ما موجوده خلاص، بس سيارات اهليه. والاهليه وين يجون؟ يجون على المناطق المأهوله بالسكان، يعني مثلا داخل الشهداء يعني مناطق هناك يعني اللي بيها حركه، بس مثل المناطق هاي اللي جديده والمناطق البعيده ما يجون عليها. يعني يجي مثلا لنفرض ابو الكيه يعني يبقى ما يجون مثل نفر او نفرين، يعني ما راح يستفاد. عليكم السلام. ما يستفاد يعني بهالحاله هاي ما يجي. فاحنا نطلب من الدوله انه يوفرون وسائل نقل حكوميه، مثلا تيجي توقف هنا مثلا براس الشارع، هو هذا شارع 40 اللي احنا واقفين عليه هسه، ويعني ينتظر منطقة يمكن ايضا بها طبقات يمكن ما مو كل حد سيارات شخصيه. لا والله اكو ناس فقيره جدا، يعني ناس يمشون يعني مسافه تقريبا كيلومتر يلا يصل
مناطق اللي بها خدمات. استاذ العزيز، احنا هالمنطقه يعني معانات لاخر درجه، معانات يعني من اقول لك انا بالنسبه لي يقول عندي دراجه اروح بها وارجع بها. استاذ العزيز يعني هنا ابسط شيء يعني فورتات، يعني ابسط شيء فورتات ماكو بهاي المنطقه. يعني ثاني شيء عندنا هالشوارع تعبانه، ماكو يعني سيارات قليله، لان شنو شوارع تعبانه، اعمار ماكو بهاي المناطق الجنوبيه يسمونها شهداء، حي 19 هذا مجمع البرديني، هاي 19 ورايه، هذا شارع 40 شارع عام على اساس. الناس شلون تروح وتتنقل؟ تنقل الا تاكسيات، تاكسيات ويعني حتى التاكسي قليله. من شارع تعبان يعفردنا بالشوارع تعبان استاذ العزيز، يعني شو احكي لك؟ والله ما ادري شو احكي لك، يعني ما صادين صادين بس على الشوارع العامه، هاي المناطق ميته. وإن رب العزه ماكو غيره، نشكي رب العزه. يعني انا عندي جوز مواطن اروح بيه وارجع بيه، بس اكو عوائل هنا ما يقدر، والله حتى مشي ما يقدر تمشي. يعني ابسط شيء يجيبوا لنا فورتات كيات يرجعوا لنا هذا الخط، يعني هالخدمات يعني تعبان. يعني ابسط شيء ابو بلديه ما ينصر هالمناطق، ما يطب جو عن هالمناطق، يعني طرق صعبه، طرق صعبه وطسات يعني يطبون جوه هسه. وعندنا اكيد ابو كي ما راح يدخل هاي المدارس، عندنا بعيده بعد كيلو كيلو عندنا مدارس، ويعني هاي الداخل السريع منطقة كبيرة. ماكو هنا بالمنقطعة مثل ما يقول هنا، لازم تتمشى 3 كيلوات أو 4 كيلوات يلا تقدر تروح للسوق. يعني شبه مقطوعة هاي المنطقة، ماكو مواصلات هنا قريبة. ولا حلول يعني شنو تريدون؟ والله الحلول احنا ما نريد بس انه توفير الكهرباء والماء، وهاي مثل ما اشوف الشوارع انه ما معبدة بصورة صحيحة. يعني هو إذا ما معبدة هذا السبب ما يخلي المواصلات تصل؟ طبعا شيء أكيد. يعني ما تدري بصعوبة تصل، تقدر تصل هنا بصعوبة حيل. اكو عوائل بهاي المناطق؟ طبعا اكو عوائل، كلها متروسه هاي المنطقه، كلها عوائل، هاي مجمعات انبنت بس ماكو شوارع معبده هنا بصوره صحيحه. السيارات ما تجي؟ السيارات ما تجي طبعا، شيء اكيد ما تجي. مو مثل مناطق القاطع الشمالي هناك ابي متابعه وبي ناس تواصل، مو هنا لا ماكو حد جاي صنع. مشاهدينا الكرام، كانت هذه اراء المواطنين هنا في المناطق البعيدة داخل مدينة الفلوجة. حلقة يومايك انتهت من محافظة الأنبار، ونلتقيكم حلقات جاية. إلى اللقاء.